أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. الجيش يسيطر على الشحر ومديريات أخرى في حضرموت، وارتياح واسع في المكلا عقب تحريرها من تنظيم القاعدة. والحمد لله كل شيء تمام. استمرار المشاورات في الكويت، والميليشيا تواصل خروقاتها في تعز والضالع. في الجامع الكبير بمحافظة ريمة أكثر من 1400 من النقوش المذهبة وكنوز من المخطوطات المتنوعة. قال مراسل قناة بلقيس في محافظة حضرموت إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على عدد من المدن والمديريات في الساحل الغربي من المحافظة. وأكد مراسلنا أن القوات تمكنت من السيطرة على مدينة الشحر وميناء الضبة الاستراتيجي ومديريات غيل باوزير ودوعا والديس ومديرية الريدة وقصيعر. وشهدت عدد من المناطق اشتباكات محدودة بين القوات العسكرية ومسلح التنظيم، فيما تواصل القوات وعملياتها لتحرير كامل مديريات الساحل من العناصر الإرهابية. إلى ذلك أعلنت الحكومة أن قوات الجيش الوطني والتحالف العربي تمكنت من إعادة مدينة المكلا إلى حاضنة الدولة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ أن رئيس الوزراء أحمد بن دغر أشاد بالانتصارات العسكرية الكبيرة للجيش والتحالف التي ألحقت الهزائم بالعناصر الإرهابية وأجبرتها على الفرار خارج مدينة المكلا. وأكد بن دغر حرص الحكومة على إحلال الأمن والاستقرار في حضرموت وكافة المحافظات والعمل على دحر الجماعات الإرهابية المسلحة بما يضمن الحياة الآمنة والمستقرة للمواطنين. وفي السياق ذاته أعلنت قيادة قوات التحالف العربي أن عملية عسكرية مشتركة مع الجيش الوطني انطلقت يوم أمس في محافظة حضرموت ضد عناصر تنظيم القاعدة. ونقلت وكالة واس السعودية الرسمية أن العملية التي شارك فيها الجيش الوطني وقوات سعودية وإماراتية في حضرموت أسفرت عن مقتل أكثر من 800 فرد من تنظيم القاعدة وعدد من قياداتهم. تستهدف حدود المملكة العربية السعودية، تستهدف المواطن السعودي. على الصعيد ذاته قالت مصادر محلية أن عناصر تنظيم القاعدة فرت يوم أمس من مدينة المكلا باتجاه مناطق ريفية بمحافظة حضرموت. وبحسب المصادر فإن عناصر التنظيم انسحبت من المكلا وشوهدت وهي تتجه نحو مديرية حجر الريفية التي تمتاز بأودية واسعة وسلاسل جبلية تضم عددا من معسكرات التنظيم. إلى ذلك أفرج تنظيم القاعدة عن عدد من المختطفين المحتجزين لديه في المكلا، فيما قام بتصفية آخرين بالتزامن مع دخول قوات الجيش الوطني للمدينة. وقالت مصادر محلية أن من ضمن المفرج عنهم اللواء الركن منصور الحنشي، وهو ضابط في مكتب الرئاسة اليمنية، والصحفي أمير بعويضان، وعددا من المواطنين ممن تعرضوا للاختطافات من محافظات عدة. وبحسب المصادر فإن التنظيم نفذ عمليات تصفية حيث أعدم بالرصاص 4 مختطفين، وتم العثور على جثثهم في منطقة فوة قرب القصر الجمهوري ولم تعرف هويتهم بعد. هذا وتجولت كاميرا قناة بلقيس في مدينة المكلا عقب تحريرها من عناصر القاعدة بعد نحو عام من سيطرة التنظيم على المدينة. مراسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل. المكلا تتنفس الحرية من جديد بعد تمكن الجيش الوطني المساند للشرعية أو ما يطلق عليه بقوات النخبة الحضرمية تحريرها من سيطرة مسلحي تنظيم القاعدة الذين فرضوا هيمنتهم على المدينة وبقية مدن ساحل حضرموت لأكثر من عام. ففي يومها الأول بعد سقوط حكم القاعدة بدأت المكلا كمريض يحاول استعادة عافيته. يعيد المشهد القائم الآن في المدينة شيئا من ذكريات الثاني من إبريل 2015،
حينما هوت مؤسسات الدولة وتعرضت للنهب والصب. اليوم يتكرر المشهد ذاته لكن من زاوية أخرى. فهذه المؤسسات الأمنية التي بناها تنظيم القاعدة في المدينة لأكثر من عام وكانت رمزا لسلطة حكمه تبدو اليوم خاوية على عروشها وتتعرض محتوياتها للنهب والعبث من قبل البعض. شوارع المدينة خاوية إلا من حركة بسيطة هنا وهنا وسط توجس وإغلاق كامل للمؤسسات والمرافق العامة، فيما ينتشر العشرات من مسلحي القبائل المحلية في شوارع المدينة لتنظيم حركة وتأمين المؤسسات العسكرية والاقتصادية فيها حتى يصل الجيش ويستلم مهمة تأمينها. نحن أبناء قبيلة العكابرة جينا من أجل تأمين قيادة المنطقة العسكرية وكل الأماكن العسكرية في هذه المدينة من أجل انتظار قوة النخبة الحضرمية لكي يقوم بتسليمها. نحن أبناء منطقة خلف جينا من الميناء من أي سطو وسرقة أو نهب ونريد نوصل للعالم أن أبناء حضرموت قادر عن تحمي منطقتها. نحن الآن في المنشآت المنطقة محمية من أهل المنطقة من أبناء خلف من أبناء المقاومة في المنطقة نفسها حموا المنشآت بالنفط من شان ما قاع اللي في السنة السابقة نهب وسرقة وذا الآن مأمنين والحمد لله ولا أحد اللي يحمون. نحن من أبناء المنطقة منطقة خلف وأبناء المكلة وحراس المنشآت والحمد لله كل شيء تمام. وفيما يصطف سكان المدينة في انتظار دخول القوات الحكومية إليها واستلام مهامها تكون المكلة وبقية مدن الساحل الحضرم قد طوت من تاريخها صفحة لا يزال ينظر إليها الكثير من المتابعين بأنها الأكثر جدلا. في كل مرة يثبت أبناء حضرموت للعالم أجمع أنه باستطاعتهم حماية ممتلكاتهم والدفاع عن أرضهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس ميناء المكلا. على صعيد متصل قالت قيادة المنطقة العسكرية الأولى إن الحملة التي انطلقت يوم أمس في حضرموت تأتي كخطوة استباقية لمنع تمدد الجماعات المسلحة في مديريات وادي حضرموت محذرة من التستر على العناصر الإرهابية. من عدن إلى لحج وحتى أبين والمكلا لم يترك الجيش الوطني والتحالف العربي طريقا إلا سلكه لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة. ومؤخرا أعلنت الحكومة أن مدينة المكلا محررة بالكامل من سيطرة مسلحي التنظيم. من هذا الطريق الذي دخلت منه قوات الجيش الوطني فر عناصر التنظيم غربا باتجاه صحراء حضرموت ومحافظة شبوة المجاورة، في الوقت الذي تحدثت مصادر بأن رجال دين وشيوخ قبائل قادوا مفاوضات مع المسلحين لحثهم على مغادرة المدينة بسلام ودون أي مواجهات. نجحت الفكرة إذن، وجد بها عناصر التنظيم ملاذهم في لحظة أفاقوا فيها على كماشة محكمة بين الجيش على الأرض والطيران من الجو. معها تهاوت معاقل القاعدة مقراً بعد آخر، واستهدف الطيران القصر الرئاسي الذي حوله التنظيم إلى مقر رئيسي بالإضافة إلى مقرات لقوات أمنية ومستودعات أسلحة وميناء المكلا الذي سيطر عليها التنظيم الإرهابي منذ شهر إبريل من العام الماضي. وبينما تحدثت مصادر عسكرية عن مقتل العشرات من المسلحين في إطار هجوم لاستعادة المدينة، أعلن التحالف العربي عن سقوط مئات القتلى من التنظيم. تجري هذه العملية العسكرية في حضرموت بعد عمليات مشابهة نفذها الجيش الوطني أيضا مدعوم بطيران التحالف، وحققت أثناءها نجاحا في أحياء العاصمة المؤقتة عدن فضلا عن مناطق في محافظة لحج ومحافظة أبين. السلام اليمني. كل هذه التطورات على الأرض تأتي في الوقت الذي ما تزال المساعي السياسية بقيادة الأمم المتحدة تشهد تعثر لمشاورات الكويت في اجتماعات ممثلين الحكومة والمتمردين الحوثيين في محاولة لإيجاد حل للصراع الذي يرى مراقبون أن تنظيم القاعدة استفاد منه وتوسع في المحافظات الجنوبية. إذن أي يكن مفاوضات لرجال القبائل أم ضربة عسكرية موجعة، فالقاعدة تماما باتت خارج المكلا وفقدت أهم معاقلها في البلاد على أيدي قوات عربية ومحلية مشتركة تأتي في إطار المساعي الدولية لهزيمة التنظيمات الإرهابية
ودعم الحكومة اليمنية لبسط نفوذها وسيطرتها على المدن كاملة. ومعنا من المكلا مراسلنا محمد اليزيدي. محمد، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ضعنا في صورة المؤتمر الصحفي الذي عقد في المنطقة العسكرية الثانية. أهلا أخي بشير. خرجنا قبل قليلا من المؤتمر الصحفي، وهو لم يكن مؤتمر صحفي بقدر ما كان تصريحا للعميد الركن فرج سالمين البحسني قائد أركان المنطقة العسكرية الثانية. العميد فرج البحسني أعلن رسميا قبل قليل تطهير مدينة المكلا وكل مدن ساحل حضرموت من الجماعات المسلحة واستعادة الدولة للسيطرة عليها. أبرز ما أعلنه كذلك هو إعلان حظر التجوال في مدينة المكلا ومختلف وبقية مدن ساحل حضرموت إلى الساعة 6 مساء وحتى 5 صباحا ولمدة 2 أسبوع قابلة للتمديد. كذلك أعلن حظر استعمال الدراجات النارية بشكل نهائي سواء في فترة الصباح أو المساء ولمدة 2 أسبوع أي كذلك، وهي قابلة للتمديد حسب قوله. أيضا أشار في تصريحه لوسائل الإعلام إلى أن القوة التي شاركت في تحرير مدينة المكلا وبقية مدن ساحل حضرموت هي قوات حضرمية خالصة، لم تشارك بها برية، لم تشارك بها قوات برية تابعة للتحالف أو من بقية الجيش الوطني، بل هي كاملة حضرمية تقدر بنحو 13,000 جندي من أبناء حضرموت الذين تم تجنيدهم خلال الأشهر الماضية. وقائلا أن العملية البرية تمت تحت غطاء جوي من قوات التحالف ومن 3 محاور برية. أشار أيضا إلى سقوط العشرات من الشهداء في هذه العملية، ليس فقط من الجيش وإنما كذلك حتى من رجال القبائل التي التحمت بالجيش وساندته في عملية التحرير. وبالحديث عن الجيش أيضا يشير أن القبائل تمكنت اليوم من فرض سيطرتها على مديرية الشحر، ثاني أكبر مديرية الساحل حضرموت وأهمها، وفرضت سيطرتها عليه وقامت اليوم بتسليم أجزاء منها للجيش. أشار أيضا كذلك في تصريحه إلى أن هنالك مجموعة أو من البواخر والمساعدات التي ستقدمها دول التحالف هي في طريقها الآن إلى ميناء المكلا، تحمل مواد إغاثية وغذائية ومولدات كهرباء. نعم محمد، بخصوص عمليات قوات النخبة الحضرمية والجيش الوطني، هل ستستمر لتحرير بقية المناطق؟ هل تحدث في المؤتمر الصحفي الناطق باسم المنطقة العسكرية أم لا؟ لم يتحدث بهذا الشأن ولم يسمح لنا أيضا بالتحدث، لم يعطينا الفرصة الكافية. وعدنا بأن يقدم لنا المزيد من المعلومات حول هذا، لكنه بحديثه عن الرسمي عن تحرير مدينة المكلا وكل مدن حضرموت، وبذلك يكون قد أجاب كونه لم يعلن أن لا تزال مناطق تحت سيطرة الجماعات المسلحة. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا من المكلا محمد اليزيدي. أعلنت شرطة مدينة عدن أن قصفا صاروخيا طال محيط مطار عدن الدولي دون أن يسفر عن سقوط ضحايا. وقال بيان للشرطة إن قوات الأمن ووحدات من الجيش والمقاومة انتشرت حول محيط مطار عدن الدولي والمناطق الواقعة شمال المدينة عقب تلقيها بلاغا بسقوط 3 قذائف في محيط المطار دون أن تسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية. وأوضح البيان أن قوات الأمن بعدن شرعت وبتنسيق مع إدارة أمن محافظة لحج بتعقب مصادر تلك الصواريخ. والله
ونبقى في عدن حيث دشن مشروع ترميم المكتبة الوطنية بمدينة كريتر بعد تعرضها للدمار جراء حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع على المدينة. وتعد المكتبة الوطنية في المحافظة إحدى المؤسسات الثقافية في اليمن، إذ يعود تاريخ إنشائها إلى بداية القرن العشرين. مراسلنا آدم الحسامي والتفاصيل. بعد أكثر من عام على إغلاقها بسبب الحرب، كتاب مفتوح وقارئ وجدناه في المكتبة الوطنية، ليس طالبا أو من الباحثين بل عامل ديكور من الفريق الذي يعمل على ترميم المكتبة العريقة. عادت لي قليل من ذكريات أن هذا الكتاب كان أنا أحب عن التاريخ. صعوبة تنقل بس يعني إزاحة الكتب يجب المحافظة عليها وتغطيتها بأكياس أو أخيام مشان الرنج اللي يجي فوقها أو أوساخ. يعود تاريخ إنشاء هذه المكتبة إلى بدايات القرن العشرين، وتم تجديدها وتسميتها باسم المفكر أبو بكر باذيب عام 1980. مشروع الترميم الذي تم تدشينه يهدف إلى إعادة تأهيل المكتبة التي كانت تحتوي على أكثر من 60,000 كتاب من مختلف مجالات المعرفة. سيشمل إعادة التأهيل كل الأقسام في المكتبة، أثاث وأجهزة وطلاء. آثار العبث بمحتويات المكتبة ما زال على حاله، والتخريب الذي طال آثاثها كذلك الكتب المنهوبة التي لم تحدد بعد كميتها. حتى الآن لا نستطيع أن نحدد أي الكتب التي تم فقدانها بحكم أننا لم نقوم بجردها حتى الآن، لكن شكلنا لجنة. وضع الكتب يحتاج إلى صيانة خاصة قبل أن يمسح الغبار عن هذه الكراسي المفتقدة. عشرات الآلاف من الزوار في العام الواحد، وأكثر من 7,000 عضو مستفيد من هذه المكتبة. لم يحدد الوقت الذي ستستغرقه عمليات ترميم وصيانة هذه المكتبة العريقة، إذ تظل هذه الكتب والمراجع القيمة مشتاقة لأنامل القراء المشغولين بالحرب وتداعياتها. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. مشاهدينا الكرام، ننتقل معكم إلى فتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمحادثات السلام في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. عقد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ جلسة خاصة مع وفد ميليشيا الحوثي وحلفائهم في مشاورات الكويت. وقالت مصادر سياسية إن المبعوث الأممي عقد جلسة مع ممثل الميليشيا بهدف مناقشة وقف إطلاق النار والالتزام بذلك. وكانت الجلسات السابقة قد أقرت إعطاء مهلة 24 ساعة للجنة الثنائية الخاصة بمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار للاستمرار في عملها والتواصل مع اللجان الميدانية والأطراف المعنية. وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إن اليمن أمام خيارين، إما البقاء في الحرب أو التشاور وتقديم التنازلات من أجل التوصل إلى السلام. وأكد ولد الشيخ أن هناك فروقات كبيرة في وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيرا إلى أن الحل لا يزال ممكنا وعلى الجميع تحمل مسؤولية قراراتهم. وبحسب بيان المبعوث الأممي، فسيتم تكثيف الجهود لتثبيت وقف الأعمال القتالية، لافتا إلى أن هناك مجموعة من التدابير طرحت لدعم جهود لجنة التهدئة والتواصل واللجان المحلية. هذا وقال رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي إن وفد الميليشيا رفض التحقيق في وقف إطلاق النار والدخول في جدول الأعمال. وأكد المخلافي أنهم مع وقف الحرب برا وجوا، في حين أن الطرف الآخر متمسك فقط بوقف الغارات الجوية لكي يتمكنوا من قتل العزل كما يحدث في تعز التي لا زالت تتعرض للقصف والحصار. وفي السياق ذاته، قال عضو الوفد الحكومي في المشاورات محمد العامري إن وفد الحوثيين وحلفائهم يتهربون من الدخول في جدول المشاورات، وكأنهم جاءوا فقط للكسب الإعلامي والحصول على وقف الغارات الجوية للتحالف للتوسع أكثر والاستمرار في العدوان. في اليوم الخامس لمحادثات الكويت، يبدو الفشل قريبا أكثر من أي وقت مضى. وفد الميليشيا الذي لا يزال يرفض حتى اللحظة الشروع في المحادثات كان قد انسحب من الجلسات، ثم عاد مطالبا بمهلة للتشاور مع قياداته في صنعاء تجيز له الاستمرار أو الانسحاب النهائي من المحادثات.
مصادر في الكويت أكدت أن النقاشات تراوح مكانها فيما يتعلق بجدول الأعمال، واقتصرت الجلسات حتى الآن على مناقشة خروقات وقف إطلاق النار، فيما كان المبعوث الأممي يمنح وفد الميليشيا مهلة لصباح الاثنين للموافقة على جدول الأعمال، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق حتى اللحظة، حيث تشير الأنباء أن ولد الشيخ التقى وفدي الطرفين دون الإعلان عن موعد جديد للجلسة القادمة. ولد الشيخ عاد ليؤكد ما قاله في الجلسة الافتتاحية أن اليمن بين خيارين، إما البقاء في الحرب أو تقديم التنازلات لأجل السلام، لكنه هذه المرة كان يعنيها فعلا على ما يبدو، مع اعترافي أن هناك فروقات كبيرة في وجهات النظر في مشاورات الكويت. رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي كان واضحا وهو يعدد الإخفاقات التي تتعرض لها المحادثات من قبل الميليشيا، مشيرا إلى أن وفد الميليشيا رفض حتى الآن كل الاقتراحات المقدمة لتنفيذ جدول أعمال المباحثات، مؤكدا أن كل نقاشات وفد الميليشيا تدور حول إيقاف غارات التحالف فقط وأنهم غير مهتمين بإنهاء الحرب. ورغم كل ذلك تعهد المخلافي بأن وفده سيبذل كل جهده للوصول إلى حل ينقذ المحادثات من فشل بات قريبا جدا. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية التركي مولود قاويش أوغلو دعم بلاده للمشاورات اليمنية في الكويت، وأوضح الوزير التركي أن أنقرة تتطلع لعودة الاستقرار في اليمن عبر مشاورات الكويت المرتكزة على قرار مجلس الأمن 22/16، وأكد أوغلو أن تركيا على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار اليمن خلال المرحلة المقبلة. Bugün Sayın Kral tarafından, Kral Salman tarafından kabul edildim. Kendileri Ankara'ya resmi bir ziyaret. وللحديث عن آخر التطورات المفاوضات من الكويت معنا من هناك الناشط السياسي فيصل المجيد. سيد فيصل أهلا بك معنا في هذه النشرة. كما تعلم 5 أيام مرت على هذه المفاوضات دون حدوث أي تقدم في المفاوضات، ما هي ردود الأفعال في المفاوضات في الكويت بالنسبة للمجتمع الدولي، بالنسبة للحكومة، بالنسبة للدولة المستضيفة الكويت؟ نعم، ببساطة أخي العزيز، مسألة جدول أو الأجندة للمفاوضات سبق وأن عرضت على الأطراف ووافق عليها الحوثيون وقدموا ملاحظاتهم عليه، غير أنه حصل مع قدر التفاؤل الكبير الذي أبداه المجتمع الدولي وأبدته المملكة العربية السعودية والكويت وكل والأمم المتحدة بهذه المفاوضات، حصلت انتكاسة كبيرة، إذ أن الحوثيين في آخر لحظة يعني تخلفوا 4 أيام، ثم أنهم بعد ذلك يبدو أنها لأجندات مشبوهة حاولوا التملص من هذه الاتفاقيات. لا شك أن موقف المجتمع الدولي كان واضحا في هذا الأمر، تم تقديم العديد من التواصلات، اليوم اجتمع ولد الشيخ مع الوفد الحكومي ولا يزال حتى هذه اللحظة التي يحدثك فيها مجتمعا معهم ويحاول أن يصل إلى صيغة، في حين أنه وفد اجتماعه مع وفد الحوثيين في الصباح طلبوا منه الفرصة حتى يقوموا بتقديم الموضوع كما قالوا يتواصلون مع الداخل في لعبة يبدو أنها نعم. جديدة. نعم سيد فيصل، ما الذي نعم سيد فيصل ما الذي رشح من هذه الاجتماعات المغلقة لولد الشيخ مع وفد الميليشيا ومع وفد الحكومة؟ بالنسبة لوفد الميليشيا يبدو أنهم لم يخرجوا بشيء سوى أنهم طلبوا موعد منه للتواصل مع قياداتهم في الداخل، في حين أن وفد الحكومة الشرعية لا يزال الاجتماع قائم حتى هذه اللحظة. يبدو أن هناك ثمة محاولات للخروج بصيغة مقبولة بين الأطراف، لكن لا أعتقد أن جماعة الحوثي لديها الاستعداد للسلام. هم حقيقة يبدو أنهم أتوا كما صرح مهدي المشاط لهدف واحد وهو إيقاف الطلعات الجوية، أما مسألة إحلال السلام فأعتقد أنهم حتى هذه اللحظة ليسوا جاهزين لذلك بالمطلق. نعم سيد فيصل، هناك من يتحدث بأن المفاوضات إذا لم يعني تحدد يعني نقاط البدء بنقاش فعال من الليلة سيتم إلغاء هذه المفاوضات، ما صحة هذه الأخبار؟ الواقع أن المفاوضات بالفعل وصلت إلى أفق إن شئت مسدود، هذا المصطلح الإعلامي، لكن المجتمع الدولي يبدو هذه المرة أكثر جدية، غير أنه لم يمارس الضغط الكامل على الميليشيا بما يؤدي حقيقة إلى استجابته والتعامل بجدية مع هذا الأمر، وبالتالي الحكومة تتمسك في الأساس بالجدول الذي تم إقراره في بيال السويسرية وكان قائما على أساس أن يتم
من خلاله بناء إجراءات بناء الثقة. الحكومة أيضا قدمت تنازل آخر وهو السعي إلى أن يتم مناقشة إيقاف إطلاق النار، لكن من كافة المستويات، بأن يتم عدم اعتداء على مواطنين أو إخراج المعدات التي يتم من خلالها طبعا إعادة توزيع الميليشيا، وفي مقابل أن يتم أيضا الإفراج عن المعتقلين. نعم. ويتم أيضا في نفس الوقت فك الحصار عن مدينة تعز. نعم. ذلك الحصار. نعم. المخالف لكافة القوانين. نعم. سيد فيصل، كيف تعلل عدم اتخاذ المجتمع الدولي وأيضا قائد هذه المفاوضات والد الشيخ خطوات جريئة وملزمة للميليشيا بالدخول في حوار جاد هذه المرة؟ كما تعلم اليوم الخامس مر ولا يوجد أي تقدم في المفاوضات. يبدو لي أن ولد الشيخ يحاول بالفعل أن يصل إلى أن يخرج بمكسب ما في هذه المفاوضات من خلال المحاولة بأكثر من مرة وبأكثر من صيغة. كان الحديث أولا عن أن النقاط متسلسلة ويجب أن تبحث الأولى ثم الثانية، بحيث أننا نصل إلى صيغة يعني مقبولة للجميع، لكن للأسف حتى هذه النقطة لم تجدي قدم تنازلا آخر متمثل في عدم تسلسل النقاط وبالتالي تواصلها بالتوازي. ومن هنا اتضح بأن الحوثيين فقط وعلى الطريقة الإيرانية يريدون أخذ كل التنازلات من الطرف الآخر، في حين أنهم لم يقدموا شيء. وفي نهاية الأمر ربما سيقولون أنهم على استعداد مثلا للبدء بمناقشة هذه النقاط دون أن يقدموا منها أي نقطة. نعم. وبالتالي يأخذون من الأطراف كل ما يريدون ثم يفشلون هذه المفاوضات ويأتون في المرة الأخرى بطلبات جديدة، في حين أن الحكومة ربما تكون قد قدمت كل ما لديها. فيصل المجيدي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. ميدانيا شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع في تعز قصفا عنيفا على عدد من الأحياء السكنية والقرى الآهلة بالسكان، وأطال القصف قرى في منطقة شريع بمديرية سامع الريفية وكذا قرى آهلة بالسكان في مديرية حيفان، كما طال القصف أحياء سكنية في المدينة ومواقع للجيش الوطني والمقاومة في أنحاء متفرقة من المحافظة. الآن الدبابة يبدو أنها ضربات دبابة، يبدو أنها ضربات دبابة الآن. إلى ذلك قال شهود عيان إن تعزيزات كبيرة للحوثيين شهدت في منطقة النجد الأحمر قادمة من محافظة إب باتجاه تعز، وتواصل الميليشيا خروقاتها في تعز من خلال استمرارها بالقصف والحصار على المدينة من جميع مداخلها الرئيسية والفرعية. مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل. في المدينة المحاصرة لا زالت الميليشيات تواصل مسلسل الاختراقات المستمر للهدنة الإنسانية المتفق عليها، وتشن هجماتها المتكررة على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، حيث تدور في الجبهة الغربية معارك هي الأعنف بعد محاولات الميليشيات التقدم صوب معسكر اللواء 35 مدرع، فيما تؤكد القيادة العسكرية التزامها بالهدنة مع حفظ حقها بالرد. هم ملتزمين في التهدئة، ولكن المتمردين لا زالوا يمارسون الأعمال القتالية، منها تعزيزات واستحداث بعض المواقع ومحاولة في التسلل إلى مواقع المقاومة والجيش الوطني، ولكن المقاومة والجيش الوطني تصد كل محاولة المتمردين على احتلال أي مواقع، ويضربون يعني مستمرين في قصف المدفعية والصاروخية على المدينة وعلى المواقع المقاومة إلى حد الآن. في ظل المفاوضات التي يزعم على أنها في الكويت وفي ظل الحوارات التي يقولون عنها، إلا أن هذه المدينة جعلوا لها حوار هو حوار الخروقات التي يوميا يصب عليها الحمام، القذائف والرصاص ومضادات الطيران وجميع أنواع الأسلحة. استمرار الخروقات في جبهات القتال والقصف العنيف على الأحياء السكنية يتزامن هنا مع المساعي التي تبذلها لجنة تثبيت وقف إطلاق النار من أجل سريان الهدنة والتزام جميع الأطراف الموقعة بذلك. قصف عنيف تشنه الميليشيات على أحياء المدينة وحصار خانق يمنع حتى دخول المواد الأساسية للعيش، كل ذلك في ظل مزاعم هدنة لم تتم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. وفي تعز أيضا قال الصحفي شكري الحذيفي إن ميليشيا الحوثي أقدمت مساء أمس الأحد على تفجير المنزل الذي كان يسكنه مع أسرته في منطقة الجحملية العليا. وأفاد الصحفي الحذيفي أن الميليشيا أحاطت المنزل الذي تعود ملكيته لأحد أفراد المقاومة بالمتفجرات بعد إخراجه وأسرته وقامت بتفجيره.
إلى محافظة الضالع، حيث أحبطت المقاومة الشعبية هجوما كبيرا لميليشيا الحوثي والمخلوع شمال المحافظة. وقال مراسلنا إن الميليشيا شنت هجوما كبيرا على مواقع الجيش والمقاومة في منطقة يعيس في مريس بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أعقبها اشتباكات تمكنت خلالها المقاومة من صد محاولة التقدم. وتحدثت مصادر محلية أن الميليشيا استخدمت تعزيزات عسكرية يوم أمس من محافظة ذمار إلى مدينة دمك للمشاركة في الهجوم. باقونا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل. تقرير اقتصادي يقول إن أكثر من 1.5 مليون يمني فقدوا وظائفهم نتيجة الحرب. الجيش يسيطر على الشحر ومديريات أخرى في محافظة حضرموت، وارتياح واسع في المكلا عقب تحريرها من تنظيم القاعدة. والحمد لله كل شيء تمام. استمرار المشاورات في الكويت، والميليشيا تواصل خروقاتها في تعز والضالع. هم ملتزمين في التهدئة، ولكن المتمردين لا زالوا يمارسون الأعمال القتالية منها تعزيز. في الجامع الكبير بمحافظة ريمة، أكثر من 1400 من النقوش المذهبة وكنوز من المخطوطات الأثرية. من جديد أهلا بكم. قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن 1.5 مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ عام نتيجة للحرب. وكشف تقرير صادر عن المركز توقف 800 شركة تعمل في مجال المقاولات، في حين تعرضت عدد من المنشآت الصناعية للاستهداف بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وذكر التقرير أن التدهور الاقتصادي ساهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الربع الأول من العام 2016، حيث وصلت الزيادة إلى 25% مقارنة بالعام الماضي. في محافظة ريمة يضم الجامع الكبير التاريخي أكثر من 1400 من النقوش المذهبة، ويضم مكتبة تحوي على أكثر من 60 مخطوطة متنوعة. ويعود بناء الجامع إلى القرن 19 الميلادي، ويمثل أحد أهم المعالم الدينية في البلاد. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا علي الجرادي. هنا في الجبين عاصمة محافظة ريمة، يتربع الجامع الكبير كتحفة فنية يقرأ فيها الزائر ما تجلى من إبداع الإنسان القديم وما تركه من الحنين في هكذا صور تحمل بين حناياها حضارة مئات السنين، حيث يعود تاريخ بنائه إلى القرن 19 الميلادي الذي قام ببنائه الشيخ الجليل محمد أحمد الجبين سنة 1300 للهجرة. وللمسجد أبواب من جميع الجهات، كما يضم صحنا للصلاة بجانبه وبركتي مياه. وما يميز الجامع الكبير بريمة محرابه الذي يتميز به عن بقية المساجد في اليمن، وذلك بعدم وجود مقدمة في محرابه إلى الخارج من المسجد. المحراب هذا يعني الوحيد في الجمهورية أنه بين الضاحي والمثنى. شوف يعني مبنى العمارة، يعني كم مبنى العمارة كم، فكل مسجد تجد له مقدمة للمحراب حقه للإمام إلا هذا. إلا هذا النقش حوالي 1400 نقشة، لا نقشات شبه الثانية. يأسرك سقفه الخشبي المليء بالزخارف النباتية التي عملت على شكل مصندقات خشبية تحمل زخارف ونقوشا نباتية جميلة مطعمة بماء الذهب. وللجامع الكبير بريمة مكتبة تحتوي على عدد من مخطوطات المصحف الكريم والأحاديث النبوية الشريفة المزخرفة بماء الذهب، والتي يزيد عددها عن 60 مخطوطة متنوعة الشكل والحجم، ما أضفى على الجامع لمسة من الجمال والسحر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
الجيش يسيطر على الشحر ومديرية أخرى في محافظة حضرموت، وارتياح واسع في المكلا عقب تحريرها من تنظيم القاعدة. والحمد لله كل شيء تمام. استمرار المشاورات في الكويت والميليشيا تواصل خروقاتها في تعز والضالع. ملتزمين في التهدئة، ولكن المتمردين لا زالوا يمارسون الأعمال القتالية منها تعز. في الجامع الكبير بمحافظة ريمة أكثر من 1400 من النقوش المذهبة وكنوز من المخطوطات الأثرية. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.